الخيرات تهدينا. أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني، وحب الله يغمرني فربي ليس إنساني. أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني، وحب الله يغمرني فربي ليس إنساني. وأدعو الله يسترني وأدعو الله يرعاني، وسنتنا لنا عون ففيها الخير فيها الخير فيها الخير ناداني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابنا في الله، كل عام أنتم بخير، وأدعو الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يجعلنا في هذا الشهر العظيم الكريم من المقبولين، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبابي في الله، إننا في أمس الحاجة لأن نعيش حب الله عز وجل حبا عمليا حبا واقعا. نحتاج لأن نتلمس الطريق، ما هو حب الله وما معنى الحب أصلا. أحبابي في الله، الحب طاقة عاطفية هائلة جياشة يفيض الله تبارك وتعالى بها على البشر، إنها فطرة، إنها غريزة. ولكن الفارق بين الناس أي وجهة يتوجه هذا الحب. الحب من تحب ومن يستحق أن تحب. الحب الحقيقي الذي لا يكون المرء عاقلا إطلاقا إلا إذا وجه حبه في هذه الوجهة. ما هو الحب الحقيقي؟ هل الحب الحقيقي أن يحب الرجل المرأة، وأن يحب أبناءه، وأن يحب أصحابه، وأن يحب جيرانه، وأن يحب الحب الحقيقي الذي له البقاء وله الكمال وله التمام، هو حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كل حب سوى حب الله تبارك وتعالى حب لا يجوز إلا أن يكون مبتغاه في النهاية حب الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الحب الحقيقي. فيما عدا ذلك هو حب أجوف، ليس حبا حقيقيا. ولا يجوز أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تبارك وتعالى. أن تحب الله تبارك وتعالى، لا يمكن أبدا لإنسان أن يقف على صفات ربنا ولا على أسماء ربنا تبارك وتعالى إلا ويمتلئ قلبه حبا لربه سبحانه، بل ويشعر الإنسان بالخجل أن يوجه عاطفته وحبه وهذه الطاقة العجيبة لغير الله تبارك وتعالى. فإذا وقفت مثلا على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وتنظر إلى آثار رحمة الله، كيف خلقك ورزقك وأعطاك الصحة والعافية ومنحك كل نعمة تتمتع فيها، وكيف أنك تجد هذا الكون كله يعيش في رحمة الله تبارك وتعالى، حينما تقف على كرم الله وعلى إكرام الله تبارك وتعالى، وكيف أنه يحب أن يكرم، جواد يحب أن يعطي، كريم غفور يحب أن يغفر سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى حينما يعطيك تشعر أنت بالفرح والسعادة حينما يصلك العطاء. اعلم بأن الله عز وجل أشد فرحا بإعطائك من فرحك بالعطاء. أنت تفرح بالنعمة التي يعطيك الله، الله جل جلاله أعظم فرحا وهو يعطيك تبارك وتعالى. وحينما يذنب العبد ويخطئ ويعيش سنوات طوال في معصية الله سبحانه وتعالى ويبارزه بأشد أنواع المعاصي، ثم يعود إلى الله عز وجل، يجد ربا كريما رحيما يحب توبته ويحبه حينما يعود إليه تبارك وتعالى. لما لا يحب ربنا سبحانه؟ هذا هو الحب الحقيقي، أن تحب ربك وأن تحب أسماء الله وأن تحب صفات الله وأن تحب الكلام عن الله وأن تحب أن تسمع عن الله عز وجل وأن تحب أن تسمع عن الذين أحبوا الله عز وجل حبا صادقا حبا عمليا. الحب ليس كلاما، الحب عمل، الحب أخلاق، الحب تصرفات. كثير من الناس يزعم أنه يحب الله تبارك وتعالى، ولكن عند الامتحان وعند المحك وعند العمل وعند المعايشة وعند الحياة وعند التعرض لظروف الحياة يظهر الدعي من الصادق. ومن أهم علامات حب العبد لربه، الحب الحقيقي،
أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تقف على رحمة النبي، حينما تقف على أخلاق النبي، حينما تقف على صبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تقف على حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تقف على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل وهو آخذ بحجز الأمة عن النار، وهم كالفراش وكالجراد يقتحم إلى النار، ولكنه يمسك بحجز الأمة يريد أن يردها من أجل أن ينقذها من عذاب الله، ومن أجل أن يعيدها إلى طريق الله تبارك وتعالى. ده الحب الحقيقي أحبابي في الله. وفي هذه الحلقات عبر هذا الشهر الكريم الذي أدعو الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم، أتكلم عن حب الله سبحانه وتعالى، عن أسباب الحب، عن بعض من أسباب الحب، وبعض من آثار الحب، وبعض من نتائج الحب، وبعض من علامات الحب. أتكلم في نموذج الحب الهادئ الرقيق الحنون، نموذج آخر الحب الذي فيه بذل وتضحية، الحب الآخر نموذج آخر فيه حب حينما يترك المرء ما يحب هو لما يحب ربه تبارك وتعالى. أطرح نموذج مرة لطفل محب، نموذجا آخر لرجل محب، نموذجا آخر لامرأة محبة. أتجول بحضراتكم في نماذج شتى وأطرح معان شتى، وأدعو ربي عز وجل أن يملأ قلبي وإياكم بالحب، علنا نذوق طعم الحب الحقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله. أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني، وحب الله يغمرني فربي ليس ينساني. أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني، وحب الله يغمرني فربي ليس ينساني. وأدعو الله يسترني وأدعو الله يرعاني، وسنتنا لنا عون ففيها الخير.